صاروا يهدوا بالحيطان، فتحوا فتحة بيني وبين دار جيراننا ورفع علي السلاح وقال لي خليك رافع ايديك وفاتوا علي على الدار. بلغ عدد الإصابات التي تم تسجيلها رسميا 10 شهداء و66 إصابة داخل المستشفى، باقي الإصابات في المستشفيات يزيد العدد عن 100 إصابة في مجمل مستشفيات محافظة جنين. هنالك الكثير من الحالات الخطيرة تجاوزت 20 حالة، تم تحويل معظمها خارج المدينة إلى مستشفيات نابلس ورام الله.